كتير ونقدر نتكلم في كتير جدا ان في لعيبه ما بتعرفش تلعب في الدوري، في لعيبه من الدرجه الثانيه وثالثه ورابعه افضل منها. اه طبعا في لعيبه تحت في الدرجه الثانيه والثالثه مش موجودين في الدوري الممتاز، بس محتاجين عينين، محتاجين حد يبص عليهم. طبعا انت شوف دوري المحترفين السنه دي، في لعيبه اجمد من اللعيبه اللي موجوده فوق بكتير جدا، لعيبه مظلومه وبتلعب تحت في المحترفين، في لعيبه في الممتاز. اللعيبه دي واقفه على الانديه اللي تحت اهلي وزمالك وبيراميدز، وان في لعيبه اقوى كمان تبقى افضل من اللي موجوده في اهلي وزمالك وبيراميدز. خد بالك لعيبه مصر كلها شبه بعض، اهلي زمالك بيراميدز الاسماعيلي الاتحاد المصري كل الالبان، كل اللعيبه بالنسبه لنا مستويات متقاربه جدا، يعني ما فيش لعيب مثلا اللي هو يعني فرق بينه وبين يعني تقول مثلا مفيش لعيب في الدوري المصري فرق عن اي لعيب مصري في الدوري فرق عن اي لعيب تاني، الامكانيات قريبه جدا، بيبقى فرق يعني فرق فروقات بسيطه. لو هتقول لي اثنين ثلاثه فارقين عن اي حد بالترتيب تقول مين؟ انا بالنسبه لي عبد الله السعيد بحب كورته جدا، كورته بالنسبه لي هي مختلفه مختلف شويه. عن اي لعيب يعني بحسه من الجيل اللي هو القديم بتاع الكره الجميله اللي ما بقتش موجوده قوي الفتره دي. مثلا طبعا شيكا برضو بحبه جدا وهو مختلف وليه ستايل. طبعا معلول فارق جدا مع فرق مع الفرق، في لعيب هيبقى نجم مصر، يعني هيبقى نجم مصر مثلا العشر سنين اللي جايين دول، عمر الساعي الاسماعيلي حاجه كده، من اللعيبه اللي هي الموهبه اللي هي قليله جدا. عمر الساعي ده اتفرج عليه كمان السنه لما يتقل، يعني هو ما شاء الله مش كويس قوي الموسم ده، بس اتفرج عليه في البدايه.